بعد أن عانى من البطالة 5 سنوات تمكن الشاب عبد الكامل من اجتياز مباراة ضباط الشرطة. لما تخرج بعد فترة التدريب تم تعيينه في فاس. ذات مرة بينما كان في طريقه إلى العمل على متن حافلة للنقل الحضري مكتظة، تعرض لسرقة حافظته وكانت ضمنها بطاقته المهنية. لم يكن يجهل الذي يترتب على إضاعة البطاقة المهنية. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. بطاقة تعريف مهنية، الحلقة الأولى. في العام 2005 كان الشاب عبد الكامل الواصي قد أمضى ما يقرب من 5 سنوات عاطلا عن العمل. في الحقيقة لم يكن الشاب الذي اقترب من إتمام السنة 30 من عمره قد اشتغل من قبل، كان قد حصل على الإجازة في الحقوق. كثيرون هم الذين عاشوا تجربة مثل تجربة عبد الكامل الواصي، كاد يفقد كل أمل في الحصول على عمل لما أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تنظيم مباراة لتوظيف ضباط أمن. لم تكن تلك الوظيفة تقتضي التوفر على إجازة في الحقوق، ولكن الشاب عبد الكامل فضل أن يجرب حظه، وإذا ما نجح أن يقنع بوظيفة ضابط على أن يبقى عاطلا عالة على أسرته. لما جاء ساعي البريد باستدعائه لاجتياز المباراة أحس بأن عليه ألا يضيع الفرصة وأن يعمل كل ما في مستطاعه ليكون في جملة من سيتم قبولهم. لم يخب أمل عبد الكامل، اجتاز الاختبارات الكتابية وكان في جملة من نجحوا وتأهلوا لاجتياز الاختبار الشفوي. يذكر عبد الكامل أنه كان أصعب بكثير عن المواد الكتابية. كان عليه أن يوظف كل ما حصله خلال سنوات دراسته الجامعية. في نهاية الأمر تم قبوله، وكان عليه أن يخضع لتداريب لا يعفى منها أي من الوافدين على العمل في أسلاك الأمن الوطني. أقبل عبد الكامل الواصي على التدريب برغبة أكيدة في التعلم. هناك الكثير مما يتعين تعلمه، وكلما تذكر سنوات البطالة وكلما استحضر أحوال أسرته ضاعف من الجهد الذي يبذله حتى يكون في جملة المتفوقين. كان نصيبه أن تخصص في مجال الأمن العمومي الذي تعتبر المصالح التابعة له الباب الأول الذي يلجه المواطن حينما يلجأ إلى خدمات الشرطة كالوثائق الإدارية أو تقديم شكاية وما شابه ذلك. وكان يشرف على تأطير ذلك الفوج من الضباط الذي يوجد من بينهم عبد الكامل أساتذة المعهد الملكي للشرطة الذين يتم انتقاؤهم بعناية فائقة، ويختارون من بين ذوي المستوى الجامعي الرفيع وأصحاب التجربة الميدانية الغنية. وجد عبد الكامل قدوته في العميد الإقليمي الذي كان يتولى تدريس مادة أعمال دوائر الشرطة. كان العميد في مختلف حصصه يلح على طلبته للحرص على المساهمة في تحقيق المصالحة المنشودة بين المواطن ومرافق الأمن الوطني. كان رجلا موسوعيا وكان له أسلوب متميز في التبليغ والتلقين. تعلم عبد الكامل وزملاؤه ضرورة الحفاظ على نظافة رجل الأمن ملبسا وسلوكا. تعلم أيضا أن عليه أن يحافظ على السلاح الذي سيتسلمه كما الأصفاد والبطاقة المهنية، وأن فقدان السلاح أو الأصفاد أو البطاقة المهنية من الأمور التي تؤدي حتما إلى عقوبات تأديبية قد تؤثر على مساره المهني في المستقبل.
وعى عبد الكامل أنه لا يحق له استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس. لما انتهت فترة التدريب تخرج عبد الكامل الواصي برتبة ضابط، وتم تعيينه في فاس في البطحاء بالدائرة الثالثة. بدأ مشواره المهني بكل الجد والحزم اللذين تتطلبهما مهنة ضابط الشرطة. كان رئيسه في تلك الدائرة من خيرة ما أنجبته مديرية الأمن، وقد تمكن من مراكمة تجارب غنية خلال مساره المهني. كان الضابط عبد الكامل يبدي حرصا واضحا على احترام أوقات العمل. اكترى عبد الكامل منزلا في حي عنقادوس، وقد اختار السكن في ذلك الحي بعدما علم بوجود خط لحافلات النقل الحضري يربطه بالبطحاء. كان يستفيد من مجانية النقل على متن تلك الحافلات كما زملائه. في العام 2000 في 9 فبراير في حدود 7:45 امتطى الضابط الحافلة كعادته متوجها إلى مقر عمله في البطحاء. وكلما تقدمت الحافلة كلما ازداد عدد الركاب الموجودين على متنها، ثم صارت مكتظة وصار الركاب يتدافعون. وفي لحظة ما تفقد حافظة نقوده، تلمس الجيب الخلفي لسرواله حيث كان متعودا أن يضعها، لم يجدها، أيقن أنها سرقت منه. وقد اشتبه في شاب كان ملتصقا به، رآه وقد تراجع إلى الجزء الخلفي من الحافلة، اندفع نحوه، أمسك به وأمر سائق الحافلة بالتوقف عند أول مركز للشرطة. لما توقفت الحافلة نزل وهو ممسك بذلك الشاب الذي ظل صامتا. قدم نفسه وبحضور من كانوا هناك من أفراد الشرطة قام بتفتيشه، لم يعثر على شيء، بينما أنكر ذلك الشاب كل صلة له بسرقة حافظته أو حافظة أي كان. كان الضابط عبد الكامل الواصي في موقف محرج، وقبل أن يخلي سبيل الشاب دون في ورقة كل المعلومات حوله. اسمه علال البادي، يبلغ من العمر 24 عاما، ويسكن في المدينة العتيقة بدرب أهل تادلة في الطلعة الكبيرة بالرقم 23. كان اليوم يوم جمعة. استحضر الضابط الشاب كل ما تعلمه في المعهد الملكي للشرطة حول العقوبات التي تترتب على إضاعة البطاقة المهنية. كان الذي حدث يجلب تجميدا للترقية لعدة سنوات. كان ما يزيد من تخوفه أنه في تلك المرحلة كان في وضع ضابط متمرن، وهو ما قد يعني أن العقوبة قد تصل إلى حد التشطيب عليه من أسلاك الشرطة. لكم أن تتصوروا ما يعانيه الضابط الشاب الذي تمكن من الظفر بمنصبه في الشرطة بعد أن أمضى سنوات 5 من البطالة. يومها طغى على تفكيره البحث عن وسيلة يستعيد بها بطاقته المهنية. كان في قرارة نفسه مستعدا لشرائها من الذين سرقوها منه، وأن يسلك في ذلك مسلكا كثيرا ما التجأ إليه مواطنون تعرضوا للسرقة. كان يحاول أن يكتم ما يغلي بداخله من غضب وخوف أيضا. في النهاية استقر رأيه على استشارة زميل له يعمل في فرقة محاربة السرقة بالنشل. كان ضابطا مثله اسمه عمر المعروفي. اتصل به هاتفيا وتواعد على اللقاء بعد نهاية فترة عملهما. حسب الضابط المعروفي أن عبد الكامل يريده في أمر استعصى عليه، لم يكن يظن أن زميله في ورطة. رجاه أن يكتم الأمر إلى أن يستنفذ كل إمكانيات استعادة تلك البطاقة. كان يردد أنه موقن أن المدعو علال البادي ليس بالغريب عن اختفاء حافظته وضمنها بطاقته المهنية. كان رد الضابط عمر المعروف أن اقترح على زميله أن يرافقه إلى رئيسه العميد محمد البوشاعي، وكان عميدا معروفا باطلاعه الواسع، كما أنه سبق له أن تمكن من فك لغز قضية أصعب من قضيته. ولكن عبد الكامل كان متخوفا ومترددا، كان يخشى أن يبلغ العميد رؤساءه وأن يتم تبعا لذلك تحريك مسطرة الإجراء التأديبي. في نهاية المطاف اتفق عبد الكامل على زيارة العميد البوشاعي في منزله مساء الأحد.
ما كان يريده عبد الكامل أن يمنح نفسه مهلة إضافية للتفكير في وسيلة أخرى يستعيد بها بطاقته المهنية، وأن يكون اللجوء إلى العميد البشاع بمثابة الكي بالنار، أي آخر الدواء. في تلك الليلة لم يغمض له جفن، كانت الشقة التي يسكنها تبدو له بشساعة البحر، وأحيانا تضيق عليه فيحس بنفسه يختنق. كانت ليلة ماطرة، ظل يغالب النوم، وفي لحظة ما نام. حلم ليلتها أن بطاقته المهنية وقعت في يد أحدهم، وأنه استعملها في أعمال نصب على مواطنين. رأى أيضا أن مصالح الأمن أمسكت بالنصاب وسيق إلى المفوضية للتحقيق معه. رأى في تلك الليلة أيضا أن أمر بطاقته افتضح، وصدر الأمر بالاستماع إليه. كانت المشاهد تتعاقب تتناقض، وكأن شيئا ما يضغط على صدره ويكاد يخنقه. صرخ ملء رئتيه، ثم هب من فراشه، حوقل وقرأ المعوذتين. كانت الساعة تشير إلى الثانية صبحا. غدا نكمل القصة. ملفات بوليسية.